هذه الحلقة عن المرحو جميم، هل هما من العاميه الفصيح؟ وعن شاعر شعبي وفي، وعن صديقين هجوا نفسيهما بقصيدة المتنبي. مرحبا بكم. المراح بالضم هو المكان الذي تروح إليه الماشية وتأوي إليه وترتاح فيه، وبالفتح المراح هو المحل اللي تقيل فيه أو تجتمع فيه قبل أن تساق إلى المراح. هذا قاله الدردير في شرحه الصغير. ما تقولش المراح، المراح بالكسر هو المصدر من مرح مرحا، المراح شدة الفرح، والمراح مستعمل عندنا بالعام في الأماكن اللي تسكن فيها الشواهي. والمثل الشعبي يقول امرح البل جي الخيل، وقالوا امرح البل ما جيه فيت البل، مثلان ظاهرهما التعارض ولكل واحد منهما معنى مختلف. إجمام مأخوذ من جم الشيء إذا كثر، وفي التنزيل وتحبون المال حبا جما، يقول الشاعر من الغلب من عضانها متى شربت لسقي وجمت للنواضح بئرها، أي امتلت. وفرق بين الجمام بالكسر وجمام بالضم. جمام بالكسر تستعمل في السوائل زي المية، نقول جمام الكأس ماء، وجمام في الدقيق ونحوه، يقولون جمام القدر دقيقا أو جمام القدر أرزا. ومستعمل عندنا في العامية أيضا، يقولوا عبي لي الكأس جمام يعني املأه لآخره. يقول الشاعر الشعبي الدنيا طويلة والزمان يكافي، واللي عطاك جمام رد وافي. قول وما تقولش، قول أثر فيه الصيام وما تقولش أثر عليه، لأن التأثير هو إبقاء الأثر في الشيء، أثر فيه أي ترك فيه أثرا، ولم يقل العرب أثر عليه. قول مصرف وجنب قولة مصرف، صرف يصرف صرفا، وإذا أردنا اسم المكان نبدل ياء مضارعها ميما فقط، نقول يصرف مصرفا، مثل يجلس مجلسا كقوله تعالى فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، أي ملجأ ومهربا. ومثلها المحفل والمعرض لا المعرض، قال تعالى ونادى نوح ابنه وكان في معزل لا معزل، وهو المكان الذي انعزل فيه عن المؤمنين. ومثله كثير، منزل وموعد وموطئ وموطن، لأن العرب بطبيعة لسانها تميل إلى كسر العين من اسم المكان، وذهب من يجوز المصرف بالفتح إلى قياسها على بعض أسماء المكان مثل مشهد وهو مكان مشاهدة العين، ومقعد وهو مكان القعود، ومدخل وهو مكان الدخول، قد يلجأ للقياس عند انعدام السماع. شعرنا اليوم هو صلاح الغزالي من بنغازي مع قصيدته الوفية اللي يقول في مطلعها، يقول والله تدير ما تدير ما يوم تنزل مكانك، ولا يوم نعطيك للغير ودوم فوق ما يطيح شانك، لك دوم من نت قادير ولو تصيف نبقى جنانك، ولو خطيت عندي تعاذير انت عذربهن علي لسانك، الشيطان فكرة خطير عليه سكر وذانك، والكسر موكيت تجبير ولسان كان صنط صانك، والخاين عديم الضمير ما الذوقة من حنانك، وخليك فعال للخير وعاون اللي يوم عانك، بعد عسر يجيك اليسير وما تعيش خاطيه وانك، ومش عيب كأنك فقير بسيطك تغلي أثمانك، والله تدير ما تدير ما يوم ينزل مكانك، ولا يوم نعطيك للغير ودوم فوق ما يطيح شانك. يقول عبد الكافي صايمين فاطرين عليه بعد عزيز ما درنا غلط. قال لك في واحد اسمه محمود وعنده صاحبة أسود مزنة، وكل واحد فيهم يفهم الشعر العربية جيدا،
قال محمود الصاحبة: ما رأيك في قصيدة المتنبي اللي قال فيها: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد. وكان يريد أن يلمزه بقوله: لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. افطن الرجل الصاحبة قال: لا صدقت، هي بلا شك قصيدة سمحة، وخاصة قوله فيها: ما كنت أحسبني أحيا إلى زمن يسوءني فيه كلب وهو محمود. واسمه محمود. نصيحتي لك: لا تسخر من شاعر ولا أديب. السلام عليكم.